بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلمتين ونص. الحقيقة أنه الحياة بمصاعبها بمتاعبها بمشاكلها لازم يكون ليها هدف، وربنا لما خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض وخلق الإنسانية وكان الهدف هو واستعمركم فيها عشان تعمروا الأرض، وخلق الله الجبال والخيل والبغال والحمير تركبوها وزين، وسخر لكم وسخر لكم وسخر لكم. النظر في الكون دايما بيفيد، والسياحة بمعنى التعرف على الأشياء وفهم طبيعة حركتها من جبال ملونة وجبال سودة وجبال صلبة وجبال خضراء وجبال حمراء، من جمال بيضاء ونوق حمر، من عشرات بل مئات بل آلاف وملايين الأنواع من الكائنات الحية. كل ده هدفه أن الإنسان يستمتع. وفي بعض في سورة النحل يقول ربنا سبحانه وتعالى وزينة، بعد ما يذكر وظائف ومهام الأنعام، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. في كمان جزء ممتع، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، منظر الثمر على الأغصان وجماله، لو بتمشي في الغيط وتشوف حبيتين طماطم ولا قرنين فلفل ولا شوية ملوخية تقطفهم، في أشياء كتيرة تساوي ملايين في عالم محروم من ده، ما بيشوفش ده، ما بيشوفوش رغم انه موجود قدامه، لانه ما عندوش ملكة الاحساس بالكون وبعظمته، لانه مش عاوز يتعلم. هنا البصر موجود والبصيرة غايبة، الطريق طويل والزاد مطلوب. عشان كده بقول لك الكلام اللي احنا بنحكي فيه في كلمتين وبس هو نوع من التزود بالوقود بالتعامل مع الكون على انه في اشياء جميلة جدا ومساعدة جدا ومهيئة للتفوق جدا، بس حضرتك يعني مثلا قافل البصيرة ومشغل البصر ومشغله غلط كمان. لا، انا تهيالي ان احنا في من يبحثون عن القيادة، عن التغيير، عن التطوير، عليهم أن يفكروا في معنى البصيرة، إزاي تشغل روحك وتمتعها بالأشياء الموجودة حواليك في العالم. أنا بستمتع جدا لما بشوف المية، بشوف الخضرة، بشوف الجبال، بشوف الحيوانات، بشوف العالم، البحار، بشوف البشر نفسهم بألوانهم المختلفة، بطريقة كلامهم، بطريقة معاشتهم، بذاك الياباني اللي بيحييك بالانحناء، وذاك العربي الذي ياخذك تحت عبايته كده ويعبط عليك، ولا السوداني اللي يخبط على كتفك حتى يكاد تسقط وانت وكتفك مره واحده. لكن كلها اشياء جميله تعين على الحياه، تعين على الغد، تعين على مواجهه المتاعب. الانسان لو بقى لوحده وما معهوش الكون ما بقالوش لازمه، يعني انت بقيت سجين نفسك. عشان كده جزء من ادارتنا لمعاركنا اليوميه في الحياه هو الاستعانه بهذا الكون بعد الله سبحانه وتعالى. جزء من 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 اسلحتنا ان احنا نمتع نظرنا في هذه المخلوقات بجمالها بحلاوتها مش في تمنها. في ناس راحت لعالم الماديات، عجبتها السياره ام 2 مليون و3 مليون واربعة مليون، وفنان يطلع لك سيارته ويقول لك انا بتصور جنب اللامبورجيني. تعرف اللامبورجيني لمؤاخذة، لو تعرف ان انت فنان لمؤاخذة نص كم كده، كانت لو بتتكلم كانت قالت لك غور يا اخي، لامبورجيني ايه يا معلم، حياة فيها جمال، اطلع اتمشى في الجبال، اركب البحر وشوف المية، روح الغيطان، متع عينيك، الحياة فيها حاجات حلوة كتير عشان تقدر ونقدر نكمل. واشوفكم بكرة ان شاء الله.